بس خلص شغل مع هنادي بحكي معك فورا. ماشي. فوتون، انتي مو رح تشوفي جان هون؟ يعني مو رح يجيب لك سمعه؟ ايه شو اعمل لما اشوف جان؟ ليك مراد، اصحك تفكر انه رح احكي لجان يلي شفته بالمستشفى، يعني بما انه رفيف رح تحكي له انا شو دخلني؟ متفقنا انه نستنى؟ مزبوط، معك حق. اذا في شي تاني بدك تقلي اياه انا عم بسمعك، تفضل. فوتون، انا بعد ما انكشفت كذبة رفيف هي خايف ترجعي له لجان. كيف؟ مستحيل يصير هذا الشيء، يعني مستحيل انه يكون في علاقة بتربطني بجان بعد هلا. بالنسبة إلي هالموضوع منتهي. انت متأكدة؟ شو هالسؤال السخيف هاد؟ طبعاً أنا متأكدة. بدي اياكي تقنعيني. كيف يعني؟ يعني شو بدك يعني ساوي؟ ما عم بفهم. خلينا نتزوج. أصلاً نحن شو عم نستنى؟ قبالي بالعرض تبعي. نحن شو ناطرين لهلأ فوتون؟ أنا حابب عيش معك ومنعيش محل ما بدك، حتى إني مستعد سجل سمعه على اسمي. المهم تكوني أنتي مبسوطة ومرتاحة فوتون. يلا قليلي، أنتي جاهزة؟ إذا بتقبلي منكتب كتابنا ب29 شباط. 29 شباط؟ عيد زواج أمك وأبوك. مراد، أنت من وين بتعرف هاي المعلومة؟ أنا بعرف كل شي عنك حبيبتي فوتون. أنا كل يوم بعرفك أكثر. مراد، أنت عن جد مزوق كتير، يعني تفكيرك بتوقيت زواجنا بيدل على محبتك وهالشي بتتمناه أي بنت. معناتها موافقة نتزوج، ما هيك؟ ممكن، بس تعطيني شوية وقت، حابة إني أخذ وقتي لفكر. كل القصص صارت ورا بعضها، بس كم يوم لو سمحت. طيب خلص، مثل ما بدك. شو رأيك تنزل معي هلأ؟ بعد ما منخلص مناخد سمعه ومنروح مناكل سوا. موافق.